يعطيكم العافية. أنا زميلتكم لينا عبد الهادي، رح أشرح اليوم أول جزء بالمسل فيزيولوجي. رح نعطي أول إشي introduction سريعة. بالبداية في عنا 3 types of muscles منلاقيهم بجسمنا. في عنا أول إشي skeletal, cardiac والsmooth muscles. هدول المسلز منلاقيهم في أجزاء جسمنا المختلفة اللي منحتاجهم علشان نعمل حركات مختلفة. مثلاً علشان نحرك عضو معين بجسمنا منحتاج إن نعمل contraction للskeletal muscles، وعلشان نعمل pumping للblood للblood vessels رح نحتاج الcontraction للcardiac muscles. أما علشان نفضي الhollow organs مثل مثلا الستومك أو الأمعاء رح نحتاج الcontraction of smooth muscles. هلأ بالنسبة للmuscle cells تصنفوا حسب الcharacteristics تبعتهم. أول إشي حسب كيف منشوفهم under the microscope صنفناهم striated و unstriated muscles. الstriated مثل الcardiac والskeletal muscles، أما الأنسترياتد مثل السموث موسلز. وكمان صنفناهم حسب الانيرفيشن، شو هو يعني النيرفز الجايين عليه. إذا كانوا فولنتري يعني بنقدر إحنا نتحكم بحركتهم، يعني عندهم سوماتيك انيرفيشن مثل السكيلتال موسلز، أو انفولنتري يعني تحت انكونشس كنترول، ما بنقدر نتحكم بحركتهم، يعني عندهم autonomic innervation مثل cardiac muscles أو smooth muscles. هلا هون بدنا نشوف، هون في عنا صورة عشان نتذكر إيش قصدنا. هون بنقدر إن نشوف skeletal muscles under the microscope بيكونوا they are striated، مخططين appearance تبعهم كيف striated. والcardiac muscles نفس الإشي، هيهم they are striated. أما smooth muscles مش striated. هلا بما إنه إحنا عم ندرس musculoskeletal system بدنا ندرس structure of skeletal muscles. بالبداية خلينا نشوف رسمة توضح لنا عن إيش رح نحكي. زي ما إحنا هون شايفين إنه skeletal muscle بتتكون، لو فتحناها رح نلاقي فيه عنا group of fascicles. الفاسيكلز هم عبارة عن connective tissue بحيط المسل فايبرز، واللي هم السلز تبعون المسلز اللي بنسميهم إيش؟ بنسميهم المسل فايبرز. هدول المسل فايبرز group منهم ومحاطين بكونكتيف تيشو على شكل بندلز بنسميهم الفاسيكلز. هلا لو اخذت المسل فايبر اللي هي السل الواحده رح الاقي انه جواتها مايوفيبرلز. المايوفيبرلز هي اللي بتعطي الاسترياتد ابييرنس للسكيليتال موسلز. هلا المايوفيبرلز فيها ثيك وثن فيلمنتس اللي بنعرفهم اللي هم المايوسين والاكتين. هلا لو شفت المايوفيبرلز رح الاقي انه في عندي تو باندز، light و dark band. light band اللي هي الاي band اللي بتتكون بس من thin filaments، اما الاي band اللي بلاقي انه هي بتتكون من الoverlapping ما بين thick والthin filaments. اما المنطقة اللي بتتكون بس من thick filaments بسميها ال H zone. يعني لو اجينا هون بس بشكل اكبر، اذا هاي المنطقة اللي فيها overlapping ما بين thin والthick filaments بسميها الاي باند، اما المنطقة اللي بس من الثن فيلمنتس بسميها الاي باند، والبس ثيك فيلمنت هون بسميها الاتش زون. نرجع هون نشوف ايش مكتوب عنا. اذا المسل it is composed of many muscle fibers اللي هم السلز اللي حكينا عنهم، بيكونوا they are bundled together by a connective تشو فسميناها الفاسيكل. هلا كمان احنا بنعرف انه المسل فايبرز بتتكون من مايوفيبرلز. هدول المايوفيبرلز اللي بيكون فيها الثيك والثن فيلمنتس اللي بيكونوا مرتبين على شكل باند واللي بيعطوا الاسترياتد ابييرنس للسكيلتال مسلز. هلا قلنا كمان انه في عنا اللايتر والداركر باند اللي هم الاي والاي باند، وقلنا كمان انه الاي باند هي اللي بتتكون من الثن فيلمنتس، اما الاي باند هي اللي بتتكون من الاوفرلابينج بتوين الثيك والثن فيلمنتس، اما الاريا اللي بتتكون بس من الثيك فيلمنتس سميناها الاتش زون، اللي بيكونوا مرتبين على شكل باند واللي بيعطوا للمسل استرياتد ابييرنس لها. هلا زي ما قلنا اللي هم الثيك والثن فيلمنتس بيكونوا مرتبين على شكل باند اللي هم اللايتر والداركر باند الاي اند اي باند، وقلنا انه الاي باند هي المتكونه من الثن فيلمنتس، whereas الاي باند هي المتكونه من الاوفرلابينج بين الثيك اند ثن فيلمنتس، اما الاريا اللي بتتكون بس من الثيك فيلمنتس بنسميها الاتش زون. هلا اما هون عم بحكي انه كالتالي، هلا هون بالنص عند لما بناخد التو باندز اللي هما الاي والاي باند، بالنسبة للاي باند قلنا اللي هي تبعت الثن فيلمنتس بنصها رح نلاقي في عنا اشي اسمه اللي هو الزد لاين، هاي هاد بارتيكل لاين بيشبه الديسكس بنسميه ايش؟ بنسميه
زد لاين. بين تو زد لاينز في عنا منطقه اللي بنسميها السايركومير. منطقه السايركومير كتير مهمه لانه هي الفانكشنال يونت في اثناء عمليه الكونتراكشن. عمليه الكونتراكشن بتكون ضمن هاي المنطقه ما بين كل سايركومير وسايركومير. عم بيصير في عنا عمليه الكونتراكشن للمسل اللي حنشوف كيف رح تصير. نفس الاشي في عنا كمان لاين اللي بيمسك الثيك فيلمنتس مع بعض واللي بسميه اللي هو الام لاين. هذا اللاين اذا اللي بيمسك الثيك فيلمنتس توجذر بسميه الام لاين. هلا نشوف هون ايش حاكي لنا. اذا in the middle of the eye band اللي هي تبعت الثين فيلمنتس رح نلاقي في عنا structure بنسميه ال زي ديسك. وما بين تو زي ديسكس رح نلاقي في عنا السايركومير اللي قلنا هي عبارة عن functional unit في السكلتال مسل contraction. كمان الاي باند تبعت الثيك فيلمنت اللي فيها overlapping ما بين thick و thin filaments. عند ما بين الثيك فيلمنت رح نلاقي انه في عنا system that hold the thick filaments together بنسميه الام لاين. هلا لو اخذنا هون عم بحكي لنا cross section للarrangement في الarea لما بيكون في عنا overlap between the thin with thick filaments رح نلاقي انه في عنا 6 thin filaments around 1 thick filament with 3 thick filaments around 1 thin filament. خلينا نشوف شو قصده. هلا هون لو مثلا جبنا هون هاي cross section للمكان اللي فيه overlapping between the thick with thin filaments رح نلاقي هلا هون انا بدي امسك هاي الثيك فيلمنت رح اشوف كم ثن فيلمنت حواليها رح الاقي انهم 6. اما لو مسكت هاي الثن فيلمنت رح الاقي كم ثيك فيلمنت حواليها 3. اذا لكل ثن فيلمنت في 3 ثيك فيلمنت حواليها ولكل ثيك فيلمنت رح يكون في حواليها 6 ثيك فيلمنت. هلا خلينا نحكي عن الستركتشر تبع ثيك وثن فيلمنتس ان ديتيلز. بالبداية بالنسبة للستركتشر تبع الثيك فيلمنتس اللي بيتكون من الميوسين موليكيلز. هلا الميوسين موليكيل واحد بيتكون من تو ايدنتيكال سب يونتس اللي فيه هيد وتيل. بالنسبة للتيل بيكون انتربنت توجذر مع باقي الموليكيلز. اما الهيد فيه تو بايندينج سب يونتس هاي وهاي. طبعا هو له تو هيدز لانهم they are two identical sub units. هلا بالهيد في عنا actin binding site اللي بيرتبط مع thin filament اللي بتساعده في عملية contraction. وفي عنا ATP binding site اللي هو ATPase اللي هو ATPase activity بيكسر ATP during contraction كمان. هلا بالنسبة ل هدول البارتس ذات ار بروتودينج من من الثيك فيلمنتس ايش بنسميهم؟ بنسميهم الكروس بريدجز. لهم دور كتير كبير في عمليه الكونتراكشن. بالنسبه للثين فيلمنتس بيتكونوا من 3 بروتينز التروبوميوسين الاف اكتين والتروبونين. هلا بالنسبه لل الاف اكتين زي ما احنا شايفين هو بيشكل الباك بون تبع الثين فيلمنتس وبيتكون من سب يونتس اللي بنسميهم الجي اكتين. الجي اكتين زي ما احنا شايفين فيه عنده اللي هو الميوسين بايندينج سايت اللي هو هون ايوه هون مبين اكثر اللي هو الميوسين بايندينج سايت اللي بيرتبط مع الميوسين هيدز. هلا بالنسبه للتروبوميوسين زي ما احنا شايفين انه التروبوميوسين هو اللي بيكون هاي حوالين الاف اكتين بيكون بيغطي الهيدز تبعون الجي اكتين عشان ما يرتبط مع الهيدز تبعت الميوسين فيلمنتس لما بتكون المسل في حاله ريستنج ستيت. هلا بالنسبه للتروبونين طبعا التروبونين بيتكون من 3 سب يونت. في عنا سب يونت ملزقه بالتروبوميوسين بنسميها التروبونين تي. في عنا واحدة بتحب تمسك مع الكالسيوم بنسميها الكالسيوم ايونز هاي بنسميها اللي هي التروبونين سي. وعنا اخر واحدة هي بتكون بتحب تمسك مع الاكتين بنسميها التروبونين اي. طبعا هدول الجي اكتين موليكيلز بيعتقدوا انهم بيمسكوا مع الاي دي بي موليكيل. وهذا الاشي اخذناه بالبايوكيم انه زي ما هون شايفين اذا بتتذكروا انه الاكتين موليكيلز عشان يرتبطوا بيكونوا بالبدايه اللي هو الجي اكتين بيكونوا ماسكين بي تي بي علشان يرتبطوا بعدين بيصيروا اي دي بي بس يجوا ينفكوا بيكونوا اي دي بي موليكيلز. عشان اقدر ارجع اضيفهم لازم احول الاي دي بي ل اي تي بي. هلا نرجع علشان نشوف ايش مكتوب. بس هون على السريع الثيك فيلمنت
They are composed of several hundreds of myosin molecules. They are held together for specific arrangement. هلا الميوسين مولكيز they are composed of two identical subunits. طبعا في إلها head وtail. They are interwined together. كل ميوسين مولكيل عنده two binding sites. One can interact with a thin filament. والتاني فيه ATPase site. The head portions مع التيل قلنا that are protruding مع من thick filaments بنسميهم the cross bridges. هلا بالنسبة للthin filaments, thin filaments هم معمولين من three proteins اللي هم الactin, tropomyosin والtroponin. الf actin هو الهيليكس اللي بيسوي backbone which is double stranded وبيكون متكون من الg actin هو subunit تبعته. طبعا الجي اكتين قلنا فيه اللي هو الميوسين بايندينج سايت وقلنا كمان انه بيكون مرتبط مع يعني it is believed that انه بيكون مرتبط مع الاي دي بي مولكيول. هلا زي ما احنا كمان قلنا عارفين انه بالنسبه للاكتين مولكيولز بيكونوا من جهه ماسكين مع الزي ديسك ومن جهه ثانيه بيكونوا عاملين اوفرلابينج مع الثيك فيلمنتس. بالنسبه للتروبوميوسين, التروبوميوسين هو اللي بيكون هيك بس it wraps around the F actin helix وبيكون مسكر على مكان الميوسين binding site في حالة resting state. بالنسبة للتروبونين قلنا إنه معمول من three subunits كل واحدة إلها affinity معينة لمولكيول معين. في عنا تروبونين I بيمسك مع الأكتين, تروبونين T اللي بيمسك مع التروبوميوسين, والتروبونين C اللي بيمسك مع الكالسيوم. Thin filaments. خلينا نشوف كيف بيصير في عنا interaction ما بين thick والthin filaments عشان يصير في عنا contraction. زي ما حكينا بالبداية إنه بالresting state منلاقي إنه الactin filaments البinding sites تبعتها اللي بترتبط فيها مع الميوسين مع الميوسين هاتس منلاقيها بتكون مغطية بالtroponin tropomyosin complexes. فمنطقيا أنا علشان أقدر أخلي هدول الاكتين هيدز يقدروا يرتبطوا مع الميوسين هيدز لازم اخلي هذا الكومبلكس تبع التروبونين تروبوميوسين يتحرك. كيف بتصير هاي العمليه؟ بتصير كالتالي. اول اشي لازم يرتبط عندي 4 كالسيوم مولكيولز كالسيوم ايونز طبعا لازم يرتبطوا مع التروبونين سي اللي قلنا انه له افينيتي عاليه بانه يرتبط مع الكالسيوم ايونز فبيرتبط مع الكالسيوم. نتيجه هذا الارتباط بصير في عنا كونفورميشنال تشينج اللي بيحرك التروبونين مع التروبوميوسين كومبلكس انه التروبونين قلنا بيرتبط مع التروبوميوسين مع التروبونين تي فبيحركها وبيكشف الاكتيف سايت تاعون الاكتين الاكتين فيلمنتس بتقدر ترتبط بعدها مع الميوسين هيدز. وهذا هو الحكي اللي موجود هون. هلا خلينا نحكي عن الثيوري اللي بتفسر الانتراكشن اللي بيصير بين الميوسين والاكتين فيلمنتس كيف بيصير في عنا كونتراكشن في المفصل. بالبدايه في عنا شيء اسمه السلايدنج ثيوري او الووكلونج ثيوري. خلينا نشوف هاي الثيوري كيف ايش عم تحكي. هلا بالبدايه في ريستنج ستيت قبل ما يصير في عنا قبل ما يجي اي استيمولاي من برا بيجي في عنا الميوسين هيدز بيقدروا انهم يرتبطوا مع الاي تي بي بس بوجود الام جي بلس 2 ايون. اذا لما يكون في عنا mg plus 2 بتقدر الميوسين هيدز انها ترتبط مع الاي تي بي بالمكان اللي قلنا عنه اسمه الاي تي بي ايز سايت هناك بتحول الاي تي بي لاي دي بي ووقتها بنقدر نحكي انه هذا الميوسين هيد از انرجايزد. هلا بهاي الحاله بيكون هيك الميوسين هيد قادر على انه يرتبط مع الاكتين فيلمنتس بس المشكله انه الاكتين فيلمنتس لسه زي ما قلنا انه الميوسين هيدز بيكونوا الاكتيف سايت تبعونهم مخبيين بالتروبونين تروبوميوسين complexes. هلا بس يجي عنا stimuli بيطلع الكالسيوم ايونز من السيركوبلازميك ريتيكولم وبعديها بيرتبط مع التروبونين سي وبيصير الحكي اللي قلناه من قبل بيتحرك الكومبلكس بعدين بيتكشفوا البايندينج سايت الميوسين بايندينج سايتس موجودين على الاكتين فيلمنتس وقتها بيقدروا الميوسين هيدز انهم يرتبطوا مع الاكتين فيلمنتس. هاي هون ارتبط هلا الميوسين مع الاكتين فيلمنتس وقتها بما انه عنده انرجي كافيه بيقدر انه يحرك الاكتين فيلمنتس باتجاه السنتر اوف ذا سايكوميرز. هلا بس يتحرك الاكتين باتجاه السنتر اوف ذا سايكوميرز بصير في عنا شورتنينج في السايكوميرز بعدين خلص. هلا تحرك الميسن هيد للسنتر اوف ذا سايكومير وحرك
حرك الأكتين فيلمنت باتجاه السنتر أوف ذا سايكومير. هاي العملية بسميها الباور ستروك، لأنه هنا استخدم الميوسن هذا الإنرجي تبعته بأنه يحرك الأكتين فيلمنت باتجاه السنتر. هلا بعدين بعد ما تحرك ل باتجاه السنتر إيش بصير؟ بدي أعمل ديتاتشمنت ما بين الميوسن هاد والأكتين فيلمنت. بحتاج ATP، برجع بحتاج ATP مرة تانية، برجع بخليها ترتبط مع الميوسن هاد علشان تقدر إنها تفك من الأكتين فيلمنت. هلا بعد ما يفك من الأكتين فيلمنت بترجع بتتكرر العملية مرة تانية، بتتحول الـ ATP لـ ADP زائد inorganic phosphate، بيرجع energize، بقدر يرتبط مع ميوسن binding site تاني، وهيك عبين ما يخلص الكالسيوم كالسيوم أيونز اللي بتسمح لأنه الأكتين binding sites تضلها فاتحة وتقدر يرتبط مع الميوسن. هلا احنا قلنا انه الاي تي بي كتير مهم علشان نعمل ديتاتشمنت ما بين الميوسن هاد والاكتين فيلمنت. هلا لو ما ضل عندنا اي تي بي كافيه علشان يصير في عندنا ديتاتشمنت ما بين الميوسن هاد والاكتين فيلمنت، حيصير في حاله، هاي عاده بتصير لما بعد ما حدا يموت، بيصير في شيء اسمه ريجر مورتس. اللي بيصير بالريجر مورتس انه بيصير في زي ستفنس في السكيلتال موسلز. ليش؟ لانه لساتهم الميوسن هيدز مش قادرين انهم يفكوا من الاكتين فيلمنت، فبيصير هيك زي بيتيبسوا السكيلتال موسلز، وبيصير عاده after 3 to 4 hours بعد الدث. هلا بس خلينا نرجع شوي نشوف ايش هي التغييرات اللي بتصير على مستوى السايكومير لما بتصير في عنا عملية الكونتراكشن. اللي بيصير عنا كالتالي، هاي هون هاي المسل في جستينج ستيت، وهاي المسل هون في لما يصير فيها كونتراكشن. لما قلنا احنا انه بيتحركوا الاكتين فيلمنتس باتجاه السنتر اوف ذا سايكومير، زي ما قلنا اول شيء السايكومير كلها باكملها رح تصير اقصر، حيصير في عنا شورتينينج في السايكومير اللينكت تبعه. وتاني اشي منلاحظ انه الاي باند صارت اقصر، والاي باند اهم اشي انها ما بتتأثر لانها مكان الاوفرلابينج ما بين الميوسن والاكتين فيلمنت. طبعا الميوسن ما بيتحرك بس الهيدز تاعهم بيتحركوا. والاتش باند كمان منلاحظ انها كمان صارت اصغر، لانه هون الاتش باند قلنا هي المكان اللي بيكون بس فيه الميسن فيلمنت. هلا هون بيقربوا الاكتين فيلمنت على بعضهم على الميسن باتجاه السنتر، فحتى يعني احيانا بتختفي لما بصير في عندنا اكثر شيء بالكونتراكشن، بس يعني عاده لو بتكون قبل بشوي بتصغر الاتش باند. هلا خلينا نحكي عن السورسز اللي بتجيب منها السكيلتال موسلز الاي تي بي. زي ما قلنا انه الاي تي بي مهمه لكتير اشياء. قبل كمان كنا احنا بنعرف انه عادي السكيلتال موسل زيها زي اي موسل تاني بتحتاج الاي تي بي في الصوديوم بوتاسيوم بومب اللي بتساعد على انه تحافظ على الممبرين بوتنشال في جستينج ستيت. تاني اشي كمان بتحتاجها الاي تي بي، هلا حكينا علشان تعمل زي اكتيفيشن للميوسن هيدز علشان يقدر يرتبطوا مع الاكتين فيلمنتس، كمان بنحتاجها علشان نعمل ديتاتشمنت من بين الاكتين والميوسن فيلمنت. طب من وين بتجيب هذا الـ ATP؟ منجيب الـ ATP من أكتر من سورس. أول سورس منجيبه من اللي هو الكرياتين فوسفيت. إحنا بنعرف إن الكرياتين فوسفيت هو موليكيل فيه High Energy Phosphate Bond. هاي البوند بنقدر إن نحولها للـ ADP، نعطيها للـ ADP الفوسفيت جروب، وبيصير في عنا ATP موليكيل. طبعا بس هذا كمية الكرياتين فوسفيت في السكيلتال موسلز مش كافية علشان انها تساعدني على اني اخذ كل الATP اللي بحتاجها للاشياء اللي قلنا عنها من قبل، فلازم يكون في عنا مصدر تاني. تاني مصدر اللي هو عن طريق الاكسيديتيف فوسفوريليشن. الاكسيديتيف فوسفوريليشن اهم شيء بميزه انه بيحتاج لوجود الاكسجين علشان يصير. هلا طبعا بس بعطيني high amount of energy من 1 glucose molecule، بعطيني 36 ATP molecules. هلا هذا متى بيصير استخدامه في skeletal muscles؟ بيصير لما بنكون عم نعمل moderate أو light exercise مثل walking, jogging or swimming. هلا إذا كنا عم نعمل اكسرسايز يعني كتير بحتاج لطاقة منا وبدنا كتير بنستهلك انرجي بشكل كتير سريع، بنروح للجلايكوليسز. احنا بنعرف انه السكيلتال موسلز او الموسلز ان جنرال بتخزن الجلايكوجين تبعها فيها، ففيها كمية جلايكوجين منيحة. هلا لما بنصير نحتاج لهذا الجلايكوجين بيتكسر الجلوكوز، بعدين بيتحول لجلوكوز عن طريق الجلايكوليسز، طبعا ما بحتاج لاكسجين يعني مش ضروري وجود الاكسجين فيه، بيتكسر الجلايكوليسز ل بايروفيك اسيد، بعطيني 2 ATP 2
to ATP molecules. هلا بقدر كمان البايروفيك أسيد يتحول كمان للاكتيك أسيد. هلا الأكيميليشن of lactic acid في المسلز بيعمل لي اللي هو المسل فتيج. لما يصير في عندي أكيميليشن للاكتيك أسيد بصير في مسل فتيج أصلا اللي بيأثر على الإنزيمز اللي بتعطي الإنرجي في في المسلز. هلا خلينا نروح ونحكي عن المسل ميكانكس. هلا بالنسبة للمسل ميكانكس هو إشي بيصير معنا بحياتنا اليومية بنقدر نشوفه بعيوننا. بالبداية إحنا عشان نتذكر إحنا حكينا إنه الكونتراكشن هي عملية الأوفرلابينج بتوين الثيك والثين فيلمنتس أو إنه يصير في عنا إنتراكشن ما بين الثيك والثين فيلمنتس. فإذا صار في عنا إنتراكشن أو أوفرلابينج بنحكي هلا صار عنا كونتراكشن. الكونتراكشن بيكون على شكلين، يا أما كونتراكشن بيؤدي لإنه يغير من طول اللينث تبع المسل، او كونتراكشن بيؤدي الى يصير في عندنا تنشن زي انها تشد العضله بس بدون ما ايش بدون ما يصير في عندي تغير على طول العضله. هلا ايش اسمائهم؟ في عندنا شيء اسمه الايزومتريك كونتراكشن وفي عندنا شيء اسمه الايزوتونيك كونتراكشن. دائما الكلمه اللي بعد ايزو هي الشيء اللي ما بيتغير، فايزوتونيك يعني التنشن ما عم بيتغير بس عم بيصير في عندي تغير في اللينث تبعت المسل. ايزومتريك يعني الطول ما عم بيتغير بس عم بيصير في عندي تغير في التنشن. طب شو معنى هذا الكلام؟ خلينا نشوفه بشكل عملي اكثر. هلا هون زي ما احنا شايفين لما احنا مثلا نروح على الجيم ونحمل الاثقال اللي بيصير كالتالي، بنكون ماسكين هيك، احنا اول شيء بنكون هيك ماسكين هاي يعني بنمسك الاثقال، بعديها لما بنرفعها لفوق احنا بنكون عاملين ايش؟ بصير في عندنا كونتراكشن. هاي هون قصرت، هون هالقد كان طول العضله بعدين صارت اقصر. هاي ايش بسميه؟ هاد بسميه ايزوتونيك كونتراكشن. اكيد جوا صار في عندي، هلا حناخذ على مستوى السايكوميرز بس هون رح نشوف هلا على مستوى طول العضله باكملها صار في عندنا شورتنينج في السكيلتال مسلز لما رفعناها وعملنا هاي الموفمنت. طبعا بتكون على شكلين الايزوتونيك كونتراكشن، هي اما لفوق طبعا او لتحت، ومطلوب مننا نعرف ايش اسمائهم. بس هلا الحركه الثانيه اللي هي الايزومتريك كونتراكشن كيف بيصير؟ لما مثلا بنمسك كاسه مي بنضلنا واقفين فيها احنا عم نشد عضله الايد بس ما عم بيصير فيها ايش؟ لا شورتنينج ولا الونجيشن في المسل. او هون بنكون ماسكين الاثقال وبس واقفين فيها، فبنلاحظ انه هاي العضله هون ما صار عليها اي تغير في اللينث، هي بس صار فيها شد من جوا. هلا خلينا ننتقل للموضوع الثاني، بدنا نحكي عن التنشن ان ديتيلز. بالبدايه حكينا انه الكونتراكشن له شكلين منهم التنشن. لما بصير في عندنا تنشن هو انه تنشد العضله، يعني انه يصير في عندنا انتر اكشن ما بين الاكتين والميوسين بس بدون ما يتغير، بدون ما يصير في عنا shortening أو إنه يصير في عنا elongation في المسل. هلا لما بتمسك الميوسين بالأكتين بيصير في عنا إيش؟ بيصير في عنا tension. بدنا نعرف بالبداية إنه المسل تبعون جسمنا بشكل طبيعي أصلاً فيهم tension، يعني لما بيكونوا أصلاً مثبتين على البونز مكان الأوريجين والإنسرشن بيكونوا مشدودين. فأصلاً لو فكيتهم، يعني دليل على هذا الإشي لو فكيتهم من مكان الأوريجين والإنسرشن بنحسك إنها خلص هيك طلعت، لما بتطلع من مكانها عصرية يعني إنه كان فيها تنشن وبحسها بنحسها إنها شوي صغرت. هلا أهم عامل بيأثر على قوة التنشن هو length of the sarcomere. كيف يعني؟ خلينا نشوف هذا الإشي هون. هون في عنا رسمة بتبين العلاقة ما بين length of the sarcomeres and the strength of tension. هلا بالبداية خلينا نبلش لما بيكون في عنا اللي هو length of the sarcomeres كتير كبير. ايش يعني؟ هلا خلينا نفترض انه في عنا هاي السايكومير اللي هون اللينث تبعها كتير كبير تقريبا 3.6 مايكرومتر. هون يعني ما في عندي حتى overlapping ما بين الميوسين والاكتين فلمنتس، يعني ما في عندي حتى فرصة انه اشي يمسك بالتاني علشان تنشد العضلة، فهون بيكون عنا التنشن almost zero. هلا لما بنبلش نصغر length of the sarcomere بنلاحظ انه صار في عنا مجال انه الاكتين والميوسين يصير بيناتهم interaction والoverlapping، فبيقدر انه يمسك ببعض بلش يزيد التنشن. وين بيصير أكتر إشي؟ لما كل الميوسين بيكون قادر، الميوسين هادس كلياتهم ماسكين مع الأكتين فلمنتس، هاد بنسميه اللي هو الأوبتيمال لينث. إذا الأوبتيمال لينث هو اللينث اللي بيكون عنده المسل قادر إنها تعمل أكتر تنشن ممكن، لأنه كل الميوسين قادر على إنه يرتبط مع الأكتين فلمنتس. هلا بعدين لو زاد هذا الأوفرلابينج أكتر وأكتر
شو رح يصير في عنا؟ هو هلا اوكي هون كانوا قادرين انهم يعملوا، طب لو دخلنا اكثر الاكتين، احنا بنعرف انه الاكتين والميوسن فيلمنتس عشان يرتبطوا مع بعضهم البعض لازم الهيدز ترتبط مكان البايندينج سايت تبعها على الاكتين. هلا لو دخل الاكتين اكثر لجوا رح يضيع مكان البايندينج سايت، يعني حيصير مش على مستوى الميوسن هيدز، فحيقل انه يصير في مثلا الكومباتيبلتي ما بتكونش كتير عاليه بيناتهم، لانه يعني في اجزاء مش حيقدر، مش كل الميوسن هيدز رح تقدر انها ترتبط مع الاكتين فيلمنتس. وهيك كمان لما نقلل كتير 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 اللينك تبع السايركوميرز، هون بنشوف حتى انه صار ايش، دخل كتير لجوا لدرجة انه خلص مش قادر الميوسن يرتبط من هون، بس هذا الاشي بيساعد في السايركومير اللي جنبها انه يصير فيها تنشن. يعني هون تقريبا عم بيصير زيرو لانه ما في مكان قادر انه يرتبطوا مع بعض، بس على ممكن انه هذا الاشي يساعد على السايركومير اللي جنبها انه يصير فيها تنشن. اذا هذا هو الاشي اللي بيصير عنا هون، انه لما بيكون 3.6 يعني اللينكث كتير كبير، يعني ما في ما بيصير عندنا overlapping، يعني بيكون almost zero. اما لما السايكومير اللينكث يبلش يصير اقل واقل، بيصير في عندنا انه احتمال انه يصير في عندنا overlapping بتزيد. طبعا وبيوصل يعني بيكون الماكسيمم اوفرلابينج لما بنقلل التنشن لحتى يوصل لللينكث تقريبا من 2 ل 2.2 مايكرو متر، هذا بنسميه اللي هو الاوبتيمال لينكث اللي بيكون عنده التنشن اعلى بشيء. هلا اقل من هيك لما بيصير اللينكث اقل من الاوبتيمال لينكث ببلش يقل اصلا التنشن، قلنا ليش؟ لانه رح يبطل قادر انه الميوسن هيدز انها ترتبط مع الاكتين، لانه زي بيروح ببطلوا على مستوى بعض، وحتى ببلش انه يقل كمان لحتى يصير زيرو، لانه هذا الاشي بيزيد الاوفرلابينج بالجهه الثانيه وبيروح الاوفرلابينج بالسايركومير اللي احنا عليها. هلا بعد ما خلصنا العلاقه ما بين اللينكث تبع السايركوميرز نروح والتنشن، رح نشوف العلاقه ما بين التنشن واللينك تبع المسل باكملها. هلا احنا زي ما قلنا انه بالبدايه المسل تبعونا بيكون فيهم تنشن، اللي هو الريستنج في الريستنج ستيت بيكونوا اصلا فيهم تنشن زي ما قلنا بمكان الاوريجن والانسرشن، فبعمل فيها تنشن. عاده بتكون المسلز السايركوميرز اللي فيها في الاوبتيمال لينث اللي هو من 2 تو 2.2 مايكرومترز. طبعا هذا الاشي بيخليها انا قادرة على انه لما يصير فيها تنشن بيكون فيها يعني maximum amount of tension. هلا في عنا نوعين من التنشن ممكن يصير في العضلات، التنشن اللي بيصير نتيجة عادي stimulus من جوا بيجي من النيرفس سيستم، بيجي على المسل بيعمل فيها contraction، هذا contraction ما بيأدي على انه يأثر في اللينكث تبع المسل، بس بيغير في ايش؟ في التنشن، فبيزيد التنشن بيكون في يعني بأكتر كمية ممكنة من التنشن. هلا إذا إحنا مثلاً عشان أصلاً المسلز فيها الإلاستيسيتي تبعتها عالية، فالإلاستيسيتي أو الإلاستيك بروبرتي تبعت المسلز مثلاً بنقدر إحنا يعني نشد عضلات جسمنا يعني منا لحالنا بإيدنا، مثلاً لو مسكنا بإيدنا عضلات واحدة من عضلات وجهنا وحاول يعني من جوا حاولنا إن نشدها، هلا إحنا عطيناها ستيمولس من جوا بس كان التنشن فيها حيكون أخف، لأنه إحنا هيك زي كأنه زدنا اللينكث تبع السايركومير، فصار الأوفرلابينج أقل فرح يقل التنشن. بالنسبة للريليشنشيب ما بين الفيلوسيتي والكونتراكشن، velocity of contraction والload، طبعا زي ما احنا بنعرف يعني هذا اشي عملي، كل ما زاد اللود على المسل رح يقل الvelocity of contraction. مثلا حدا عنده obesity بيكون الكونتراكشن مثلا بده يركض، الكونتراكشن للمسلس تبعون اجري بيكون ابطأ من الحدا الرياضي بيكون عنده اسرع، فكل ما زاد اللود على المسلس بتقلل الفيلوسيتي اوف كونتراكشن. هلا خلينا نروح نحكي عن المسل تويتشز اند كاركترستكس. هلا احنا بنعرف انه المسلز ذي ار انيرفيتد باي موتور نيورونز، فلما يصير في عندنا ستيميوليشن للمسلز رح يصير في عندنا اول اشي كونتراكشن بعدين ريلاكسيشن. هاي الفتره اللي بتبلش بكونتراكشن بتنتهي بريلاكسيشن بنسميها سمبل مسل تويتش، سمبل مسل تويتش. هلا الريسبونس تبعت المسل فايبرز بتختلف حسب نوع الفايبرز تبعت هاي المسل نفسها، في عنا فاست فايبرز وفي عنا السلو فايبرز. الفاست فايبرز بيكون الريسبونس تبعتها اسرع، بتعمل كونتراكشن بشكل اسرع بوقت اقل، اما السلو فايبرز بتاخد وقت اكبر عشان يصير فيها كونتراكشن. هلا كمان الفاست فايبرز اللي بيميزها اول اشي انه they are large fibers whereas السلو فايبرز they are smaller.
هلا اللارج فايبرز كمان الكومبوزيشن تبعه بيختلف عن السلو فايبرز. اللارج فايبرز فيها اكستنسيف سايكوبلازميك ريتيكولم، علشان هيك الريسبونس تبعتها بتكون سريعه، بيطلع عندها كالسيوم ايونز اسرع واكثر، وكمان فيها لارج اماونت اوف جلايكوليتيك انزيمز. يعني اهم إشي بتاخذ الاي تي بي تبعها من وين؟ من عمليه الجلايكوليسيس، مش من الاكسيديتيف فوسفوريليشن، لانه اول إشي ما عندها وقت وبدها تشتغل بسرعه. ثاني إشي في عندها fewer mitochondria، نفس السبب لأنه هي ما بتحتاج كتير الأكسيديتيف فوسفوريليشن. هلا وكمان عندها less extensive blood supply لأنها ما بتحتاج كمان كتير أكسجين. whereas the slow fibers قلنا إنه they are smaller، عندهم extensive blood supply عشان تأخذ الأكسجين، وفي عندها أكتر mitochondria لأنها بتعتمد بشكل رئيسي على الأكسيديتيف فوسفوريليشن. كمان فيها larger amount of myoglobin اللي بيحمل الأيرن واللي بيشبه الهيموغلوبين اللي بيمسك كمان الأكسجين، هو اللي بينقل الأكسجين. طبعاً بتحتاج الأكسجين بشكل كتير كبير عشان تحصل على الـ ATP تبعها من الأكسيديتيف فوسفوريليشن. هلا وجود الميوغلوبين بيعطي هدول السلو فايبرز اللون الأحمر، whereas الفاست فايبرز لونها عادة بيكون pale أو white muscles، عشان هيك السلو فايبرز بنسميهم red muscles whereas الفاست فايبرز بنسميهم white muscles. خلينا نشوف هنا هلا صورة توضيحية على اللي حكيناه. هنا بنقدر نشوف إنه في عنا slow وفاست fibers، هدول ال slow fibers وهدول ال fast fibers اللي لونهم أبيض. هلا هون كل مكان كل ما صار الحدا رياضي أكتر بيزيد عنده المسل fibers ال fast fibers اللي هم ال white muscles على ال red muscles. هون زي ما شايفين أول شيء حجمهم أكتر لونهم أبيض، أما هدول ال slow muscles لونهم. هلا خلينا نحكي عن الموتر units. بالنسبة للموتور يونت زي ما احنا بنعرف انه السكيلتال muscles they are innervated by motor neurons اللي بيكونوا جايين من السنترال nervous system. زي ما احنا شايفين هنا انه النيرف الواحد ممكن يعطي innervation لأكتر من muscle fiber. هاي هنا معطي لتو muscle fibers، بس المسل فايبر الواحدة لازم يجيها innervation بس من نيورون واحد، ما بيصير يكون جايها innervation من أكتر من نيرف. فهون إذا قلنا في عنا نيرف أعطى innervation لتو muscle fibers، هادول التو muscle fibers ما هذا النيرف بسميهم motor unit. إذا هاي motor unit هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن muscle fibers they are innervated by the same neuron. في عنا هون motor unit تانية اللي هو منشوفها بالأزرق، الموتور يونت الثانية هذا النيرف معطي innervation ل 3 muscle fibers. طب إيش اللي بيحدد إنه هاي الموتور يونت فيها عدد muscle fibers أكتر من الثانية؟ حسب الفانكشن تبعت المسل، يعني المسلز اللي بيكونوا بيحتاجوا إنه يصير فيهم حركات دقيقة مثل مثلا حركة العين، بيكونوا الموتور يونت فيها عدد muscle fibers أقل عشان يكون التركيز على بس عدد قليل من المسل فايبرز. أما اللي بدها حركات يعني مش كتير دقيقة بيكون في بالموتور يونت أكتر من مسل. بالنسبة للستيركيس افكت أو التريب افكت، هو اللي بيصير بأنه إحنا بيكون في عنا مسل في حالة تريستينج ستيت لفترة معينة، بعدها أعطيناها استيميلس. أول مرة بحيكون قوة الكونتراكشن ضعيفة، تاني مرة مرة على مرة كل مرة بنعطيها نفس الستيميلس، طبعا مش إنه إحنا بنروح نزيد الستيميلس، لا نعطيها نفس الستيميلس كل مرة بنلاحظ إنه الكونتراكشن صار أقوى على المرة اللي قبل. ليش؟ إيش سبب هذا الإشي؟ إنه لما نعطي لما بصير في ستيميوليشن رح يطلع الكالسيوم أيونز في السيتوسول، فلما بنصير نعطي مرة على مرة بضل بزيد الكونسنتريشن تبع الكالسيوم أيونز في السيتوسول، فيعني لسه ما بتلحق إنها ترجع الكالسيوم أيونز في السيركوبلازميك ريتيكولم اللي إحنا عطيناها إيش استيميلس تاني، فبيزيد الكونسنتريشن تبع الكالسيوم أيون، فأكيد رح يصير في عنا اكتيفيشن أكتر للميوسين والأكتين فيلمنتس ورح يصير الكونتراكشن أقوى. هذا الإشي بنشوفه بهاي الرسمة هون، يعني مع مرور الوقت رح يزيد عنا التنشن أو الكونتراكشن. ليش؟ قلنا بسبب إنه الكالسيوم أيون زاد الكونسنتريشن تبعها في السيتوبلازم، مع إنه هاي الستيميولاي نفسه عملنا نفس الستيميليشن بس كل مرة صار عم بيزيد مع مرور الوقت لأنه زاد الكونسنتريشن تبع الكالسيوم أيونز الموجودة في السيتوسول.